بيان عاجل من الرئيس السيسي لكل المصريين، هام بننشر التفاصيل. وعاجل الشيخ محمد حسان يعاني أزمة نفسية بسبب شهادته أمام المحكمة، ننشر التفاصيل. وعاجل الرئيس السيسي ورسالة عاجلة لأولياء أمور طلاب الثانوية العامة. وضربة كبرى من الداخلية المصرية ضد عصابة نصب واحتيال إلكتروني قد تعرضت لها يا مشاهدي العزيز، بننشر التفاصيل. وتحرك من الدولة عاجل ضد حمو بيكا، ننشر أيضا مع بعض التفاصيل. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار. واضغط على زرار أعجبني عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل ل 2000 أعجبني على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا قدها وطنيين. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا. وعاجل الشيخ محمد حسان يعاني أزمة نفسية بعد شهادته أمام المحكمة. وكشفت مصادر مطلعة على المشهد السلفي بمصر أن الشيخ محمد حسان يمر بأزمة نفسية بعد شهادته التي أدلى بها أمام المحكمة في قضية خلية داعش إمبابة. المصادر أوضحت لموقع القاهرة 24 أن حسان يشعر بحالة من الضيق بسبب الحالة التي ظهر عليها خلال الإدلاء بالشهادة أمام المحكمة، حيث ظهر غير قادر على مجاراة الأسئلة التي وجهتها له المحكمة. المصادر أضافت أن حسان معتكف في منزله في الوقت الحالي ولا يستقبل أحدا خلال الفترة الحالية خارج إطار الدائرة المقربة منه والأسرة. الموقع أفاد أنه يعني حاول أنه يتواصل مع الشيخ حسان، ونجله أحمد حسان رد على الموقع وقال لهم أن والده يعني بصحة جيدة، إلا أنه لن يتحدث مع وسائل الإعلام في الوقت الحالي. وعايزين نفتكر مع بعض الشيخ حسان قال إيه في خلال شهادته أمام المحكمة. الشيخ حسان نفى أن تكون أفكاره أو خطبه أو الدروس الدينية التي يلقيها أو يشرف عليها ذات صلة أو تشجع على الفكر الدموي. وضح أن جماعة الإخوان المسلمين كانت في البداية جماعة دعوية، ثم تحولت إلى حزب سياسي يعمل جاهدا للوصول للحكم والسلطة وتنفيذ أهداف ومخططات خاصة بهم تخدم تطلعاتهم. وحول ظهور عدد من الجماعات المتطرفة، أكد حسان أن تلك الجماعات التي اتخذت من عباءة الإسلام ومن كتاب الله وسنة رسوله، وتستحل الدماء من المسلمين وتستحل دماء إخواننا في الجيش والشرطة، فإنهم جماعات منحرفة وليس لها صلة بالإسلام. الشيخ محمد حسان قال برضو أعمل أنا ورفقائي من أهل الدعوة على تفسير وتوضيح التفقيه في الدين الإسلامي الصحيح، بعيدا عن الأفكار الشاذة والمتطرفة التي تبيح قتل الأبرياء بغير حق وتسمح به أعمالا عدائية على أبنائنا في الجيش والشرطة. فكل ذلك ليس من دعوة الدين الإسلامي ولا من تعاليمه ولا من تقاليده، ولم ندعو له أبدا. فكل من يخرج عن تعليم الدين الإسلامي متطرف. مصدر معانا كان من موقع القاهرة 24، يعني هذه حالة الشيخ محمد حسان الآن، يمر بأزمة نفسية عشان معرفش يعني بكل بساطة أنه يجاوب أو أنه يجاري الأسئلة اللي توجهت له من قبل المحكمة، محكمة أمن الدولة طوارئ. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وعاجل الرئيس السيسي ورسالة عاجلة لأولياء أمور طلاب الثانوية العامة. الرئيس السيسي قال عن نتائج الثانوية العامة: إزاي ممكن المجتمع يتصور إن الدولة ممكن تعمل حاجة ضد مصلحة ناسها؟ أمال إحنا قاعدين نعمل إيه لو إحنا هنعمل ليك في التعليم مشكلة؟ الرئيس السيسي أكد خلال لقائه مع الأسرة المصرية على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية أن درجات الطلاب إن قلت هذا العام سيتمكن مثلا الطالب الذي حصل على 90% أو 80% من الدخول لكلية الطب. الرئيس السيسي أشار إن انخفاض المجاميع لا يعني أن الطلاب لن يكون لهم مكان في كليات القمة، مطمئنا الطلاب أن طريقة الامتحانات والإجراءات التي تمت لم تتم حتى يتم تعذيب الأسر أو الدولة. أكد أنه كان يجب تغيير نظام التعليم
وتابع، لدينا مشكلة بقالنا 50 سنة ما غيرناش واقع التعليم، وأصبحنا أسرى لواقع لا يتغير، وعند تغييره نخاف رغم أنه للمصلحة العامة. وأطمئن كل الناس أن تطوير التعليم بيهدف لتحسين العملية وليس هدم مستقبل أبنائنا، وهذا سيظهر قريبا. واستكمل الرئيس السيسي وقال حتى لو المجاميع انخفضت سيدخل الطلاب الكليات بالتوازن، ولو التنسيق كان في كلية الطب في السابق بياخد من 100% أو 99% والمجاميع انخفضت هياخد دلوقتي من 90% مثلا. رئيس السيسي كان افتتح أمس عدد من المشروعات السكنية المتنوعة بمدينة بدر، وشهد قطاع الإسكان في مصر تحولات جذرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر عام 2014، وذلك من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي ووضع خطة للتطوير العمراني بجميع محافظات مصر على رأس أولويات الحكومة، وإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة سكن لكل المصريين بتقديم وحدات تناسب جميع المواطنين، حيث يعد هذا المشروع بين مشروع الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط. وما زالت افتتاحات المشروعات السكنية الداعمة للمواطن على رأس أولويات القيادة السياسية، حيث تؤكد دائما إصرارها على استكمال جهود إحداث طفرة غير مسبوقة في قطاع الإسكان بمصر. الدولة قامت بتوفير مجتمعات عمرانية وسكنية متكاملة الخدمات، تضم الوحدات السكنية والمرافق الخاصة بها المناسبة لجميع فئات المجتمع. ونخص بالذكر المشروعات الموجهة للفئات الأقل دخلا في مصر، والتي توفر لهم الدولة مشروعات الإسكان الاجتماعي بجميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى توفير بها الخدمات التعليمية والصحية والثقافية والترفيهية. كما صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إن بداية افتتاحات العاصمة الإدارية الجديدة سيكون بسكن العاملين المنتقلين بإجمالي 9000 وحدة سكنية. أشار إلى المرحلة تم الانتهاء منها بتكلفة 1.6 مليار جنيه، وجاري العمل في المرحلة الثانية بإجمالي 4700 وحدة سكنية. الجزار أضاف أن مشروع إسكان المنتقلين للعاصمة الإدارية يتكلف 3.2 مليار جنيه. نوه بأن إجمالي الوحدة تتضمن 3 غرف بمساحة إجمالية 118 متر كاملة التشطيب. وتابع وزير الإسكان أن المرحلة الأولى للإسكان الاجتماعي من الامتداد الشرقي بمدينة بدر بإجمالي 3700 وحدة، منوها بأن المرحلة الثانية من مشروع الإسكان الاجتماعي الخامس والسابع تتضمن 14400 وحدة سكنية. ولفت إلى أن مشروع الإسكان الاجتماعي بالحي الخامس بمدينة بدر يبلغ حوالي 14400 وحدة سكنية بتكلفة 2.9 مليار جنيه، تنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية. مصدر معنا كان من صحيفة الموجز. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر معنا. وضربة كبرى من الداخلية المصرية ضد عصابة نصب واحتيال إلكتروني قد تعرضت لها يا مشاهدي العزيز. قررت نيابة المنيا في مصر حبس 5 أشخاص على ذمة التحقيقات في 52 جريمة نصب واحتيال شملت 700,000 جنيه. التحريات كشفت اتصال المشبوهين بالضحايا هاتفيا، مدعين انهم مندوبو خدمة العملاء بشركات المحمول والبنوك، وايهامهم بفوزهم بجوائز مالية، وطلبهم تحديث البيانات البنكية ليتمكنوا من تحويل قيمة الجوائز لهم، ما يقتضي افصاحهم للمتصلين بهم عن بيانات بطاقات الدفع الالكتروني الخاصة به. بمعنى بسيط يعني ان حضرتك واحد بيتصل بحضرتك ويقول لك يعني احنا من خدمة العملاء بتاعة البنك المعين او خدمة العملاء بتاعة شركة الاتصالات المعينة، بيقول لك ان في يعني جايزة مالية كبرى حضرتك فزت بيها، فبالتالي يعني احنا عاوزين بقى بيانات الفيزا او الماستر كارد بطاقة الائتمان بتاع حضرتك، يعني البيانات بتاعتها اللي هم تقريبا يعني 16 رقم وتاريخ الانتهاء والسي في سي اللي هو الرمز الباسورد اللي بيبقى على ظهر البطاقة الائتمان، فبالتالي بتديله البيانات دي بيقوم ساحب فلوس من على هذه البطاقة. تقريبا حضرتك تعرضت لهذا الامر ان حد اتصل بحضرتك وقال لك يعني ان حضرتك كسبت ولازم تقول لنا يعني تفاصيل او بيانات الفيزا بتاعت حضرتك. اعتقد
ان في ناس كتير تعرضت لهذا الامر، وانا شخصيا تعرضت لهذا الامر، ولكن يعني ادركت ان هذا الامر يعني نصب. تحريات النيابه والداخليه يعني بينت استخدام المتهمين تلك البيانات في اجراء عمليات شرائيه على العديد من مواقع التسوق الالكتروني وشحن ارصده المحافظ الالكترونيه المفتوحه بعد الاستيلاء على ارصده ضحاياهم، وعثر بحوزتهم على 5 هواتف محموله تبين انها محملة بالعديد من الملفات التي تحتوي على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالضحايا وأوامر الشراء على مواقع التسوق الإلكتروني والعديد من برامج الكمبيوتر التي تستخدم في أعمال القرصنة والاختراق والتخفي على الإنترنت. وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وبأنهم يختارون أرقام الهواتف الخاصة بالضحايا عشوائيا، وأنهم تمكنوا من ارتكاب 52 جريمة نصب وبلغت قيمة المبالغ المالية المسروقة 700,000 جنيه. المصدر معنا كان من صحيفة صدى البلد. يعني نصيحة من أخوكم، يعني خلي بالكم جدا، أي حد يتصل بحضرتك ويقول لك هات بيانات الفيزا اعرف انه نصب، لو فعلا من خدمة العملاء. بقول لحضرتك لو فعلا من خدمة العملاء ما تديش لأي حد بيانات الفيزا بتاعت حضرتك، لان انت كده اول ما يطلب منك بيانات الفيزا ويقول لك يعني يحمسك او يحفزك بان حضرتك يعني كسبت فيعني تديله بيانات الفيزا، هذا الامر خاطئ طبعا. انت كده طبعا بتقول له يعني خد الفيزا اهو وتعامل انت. فحاولوا انكم لو حد طلب منكم بيانات الفيزا ما توافقوش، اقفلوا السكه. حاولوا انكم تعملوا بلاغ بالرقم اللي اتصل بيكم بانكم اتعرضتوا لنصب من هذا الرقم. ان شاء الله خير، وما تمناش ان حد يعني يحصل معاه هذا الموقف. يعني ننتقل مع بعض الخبر اخر، وبيان عاجل من الرئيس السيسي لكل المصريين. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي ان تكلفة تطوير الريف لا تتجاوز ثلث تكلفة الدعم، وضح ان الدعم فقط 3 تريليون جنيه، وتطوير الريف وتحويله لحاجة تانية هياخد تلت التمن ده، يعني 1 تريليون جنيه. وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات السكنية بمدينة بدر: أنا مش هغلي الدعم لكن هنعيد تنظيمه، وأنا بتصدى للقضايا زي ما تصديت لغيرها، ولازم أرتب ورق البلد دي عشان تبقى دولة ذات شأن. وتابع كل الناس تستقبل كلامي إني بختار الطريق الصعب قوي، لو اخترت الطريق السهل كنت سبت الغلابة كده، وكنت زودت الدعم والتموين وخلاص، وبقول ما كلش وعيش بالشكل الآدمي المحترم اللي بنتكلم فيه، وبتكلم في قضايا مصر عليها مش عشان وجهة نظر، لأ قعدت 50 سنة أدرس وأقول ليه البلد دي كده ولازم البلد تتغير وأهلها يعيشوا، وبجيب أمثلة وأختار التوقيتات اللي بكلم فيها الناس. مصدر معانا كان من اليوم السابع، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر معانا، وتحرك من الدولة عاجل ضد حمو بيكا. منعت نقابة المهن الموسيقية في مصر إقامة حفل مغني المهرجانات حمو بيكا في أحد الشواطئ المخصصة للسيدات في منطقة مارينا بالساحل الشمالي، وجاء إلغاء الحفل بقرار من نقابة المهن الموسيقية لعدم حصول بيكا على تصاريح رسمية من النقابة لمزاولة المهنة قبل إقامة أي حفل له، بالإضافة لقرار منعه من الغناء. وقال الفنان حلمي عبد الباقي عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية إن النقابة لم تمنح تصاريح بالغناء لبيكا، أشار إلى أن الحفلات التي أحياها طوال الفترة الماضية تأتي مخالفة للقانون ولوائح العمل. وأوضح أنه تواصل مع هاني شاكر رئيس النقابة وكشف له عن أن النقابة حررت محضرا ضد بيكا بشأن إحياء حفلات دون الحصول على تصريح مزاولة المهنة، لافتا إلى أن مجلس النقابة هيحسم هذا القرار بشأن تصريح حمو بيكا خلال الفترة المقبلة. مصدر معنا كان من القاهرة 24، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. كان في حفلة حمو بيكا في الساحل الشمالي في شاطئ السيدات في مارينا بيتش الساحل الشمالي، وتم يعني إلغاء هذا الحفل. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم إن شاء الله وما تقلتش عليكم بإذن الله. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب وأخبار جديدة ومهمة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.